اسمعوا يا رجاله، اللي اتاخد بالمطوه ما يتردش الا بالمطوه. احنا مش هنخاف من ابو مطوه. اللي يخاف ده يبقى لسه عنده حاجه وخايف يخسرها، واحنا والحمد لله خسرنا الجلد والصقر، واللي يخسر الجلد والصقر يبقى كسب صلاه النبي. انا قلت الراي، انما انا شحات ديمقراطي، احب الديمقراطيه، اموت في الديمقراطيه. اخد رايكم في ايه يا معلم؟ نحارب ولا ما نحاربش؟ نحارب طبعا، هي دي عايزه كلام. اسمع يا شحاته، ما نخشش عركه زي دي من غير ما نعرف وشنا من ظهرنا. ودلوقتي اللي موافق على المعركه يرفع صباعه. مفيش حد؟ يعني ايه كلكم مش موافقين؟ طب اللي مش موافق على المعركه يرفع صباعه. مفيش حد برضك؟ يعني كلكم موافقين؟ انا مش فاهم، موافقين ولا مش موافقين، ولا بين البنين، ولا واكلين تاتوره؟ طب اللي عارف اننا بناخد رايه يرفع صباعه. عال. طب اللي عارف اننا بناخد الراي ده عشان نعرف مين اللي هيحارب ابو مطوه ومين اللي مش هيحارب يرفع صباعه. كله رفع. عال. طب اللي موافق بقى على المعركه يرفع صباعه. مفيش حد؟ طب اللي موافق على المعركه يرفع صباعه. مفيش حد بردك؟ طب اللي لا ليه في التور ولا في الطحين يرفع صباعه. ولا واحد؟ طب اللي ليه في التور بس يرفع صباعه. مفيش حد؟ طب اللي ليه في الطحين بس يرفع صباعه. بردك مفيش؟ طب اللي مش عايز يرفع صباعه. ولا واحد؟ شوفوا بقى يا غجر، الظاهر انتوا ما تجوش بالطيب. ما هو يا ترفعوا صوابعكم يا اما هيحصل لكم زي اللي حصل السنه اللي فاتت. كل رفع صوابعه، علامة خايف ما تختشيش.